السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شبجان بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا انا غندوزكم الجهه اللي كتهبط المرسى، يعني الروبا الطريق من هنايا. كما كتشوفوا الطبيعه، انا بغيت ندوزكم داك الطبيعه اللي كاينه هنا، يعني في هاد البلاصه هادي. امشي ورا ميه هنا راكم تساعدو جيتا تي سكان غار مويه شقارص على المويه على المرسى. اقن زاد الطبيعه اذا قواني راكم تساعدو باش نتسبات قطيه سوا الداي باش نتسبات سنا الشانزيسي ودنا مان. المهم أقاكم تساعدو الطبيعة إذا قامني المناظر إذا غنمشي أنا وني دي السند وأنا ودي السنن. كما كتشوفو خوتي غندوزكم الطبيعة اللي كاينة من هنا، هاد الشارع اللي كيهبط المرسى، وكاين واحد العين اللي كيعمرو منها الما الناس لتحت. دابا غنوريها لكم. كما كتشوفو الطبيعة هنايا، غنمشي ورا أيثما الطبيعة إذا قامني. انا كلشي درغا تبارك الله. شوف هذا كما كتشوفوا الربيع تبارك الله، واحد المنظر فيه غزال. امشي ورا ماي طبيعه الى ما نخبرين المويه. امشط ورا قايز مزناوة ناوة ديال الرومبوايا نايقات هكا تصدق تساوكو غير موية. شن غاس نهار الصباح مشى انا وكان ديال الكورة ما خصها تصوح النهار لا يزيد النهار النص. كيما كتشوف اخوتي دابا غادي نصور ندير واحد الفيديو لهاد الشارع اللي كيهبط المرسى. كاين حتى واحد العين هنا زوينة بزاف، الناس كيعمرو بها كيعمرو منها الما دايما، يعني الحمد لله الما راه موجود حيت طاحت الشتا. كما كتشوفو الطبيعة كيبدا يشوف الربيع كيبدا تبارك الله، يعني الربيع طلع يعني واش غادي يقول. غنمشي ورا مع ربيع هي تما، ربيع ينوض تبارك الله سمشي كا الحمد لله سكون ساقي وكثر نزار ومازال الحر ونزار مكون نهار الحر ونزار زاد تبارك الله مشي كا زاد تبارك الله يوري يوري مصي قاعد يدي دورة من السجاد تبارك الله. شوف طبعا شوف تبارك الله مشيت جوا الربيع. شوف شوف اخوتي كيف داير الربيع. شوف تبارك الله الله يسخر الصراحة واحد المنظر عجيب. هاكا مشيت ورا عندي وفي ما مشيتي غادي تلقى الربيع الحمد لله. كما كتشوفوا ها المنظر واحد المنظر غزال بزاف، راه هو يا راه يا المرسى تحت. انا خزات الطبيعة الى كمان شوف على الطبيعة كيف داير الحمد لله. شوف الطبيعة زوينة بزاف، شوف الطبيعة عجيب. أنا ريسي من بعد كنسمخ الطبيعة ليها. غنطلعو في هاد الدروج هدا نشوفو هاد المنظر اللي كاين هنايا. هاكا كيف ما كنت تسعلخ
المنظر إذا غير جهة تاع، لأن تسبت شنو فيه ليسي ود عندي وزمة سواخي ودان. المهم بعد سنين خد سواخ بعد نسكو بريم رخصن. المهم الطبيعة أنا ريسخ الدروجة قديش المنظر عاوتاني عاجي. أمشت ورم عربي تبارك الله، شوف على الطبيعة، شوف على الطبيعة تبارك الله، إيش الطبيعة عاجي. هاكم كتشوفو أخوتي على الطبيعة كيف دايرة، واحد المنظر ما شاء الله. شوف شوف على الطبيعة، شوف 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 يسمع على الطبيعة مشي عربي ينور ينور تبارك الله، ينور يجي ينور ما شاء الله، يجي ينور عاجي يعني سبحان الله، هذا المنظر عجيب. هكا تثبتني ماني جات سوا الداير، وهكا هي ولا نتاع مان عمان، لأن مايمكنش نسوق أغلبية نورا تخزن. كما سمعتو أخوتي كنت بغيت نصور يعني العين اللي كاينة لتحت، ولكن كاينين الناس كيعمرو لنا مايمكنش نصورهم. نصورلكم غير من هنايا شوية، هيا راه كاينة لهاد الجهة، يعني كاينين الناس تما مايمكنش نصور دابا، حتى يمشيو ان شاء الله غادي نصور. ها كيما كتشوفو يعني الطبيعة هاي، هنا كاينة العين، هنا كاينة العين، هيا راه كاين واحد المرة تما مبغيتش نصورها هنايا، كيما كيخرج من هنايا، يعني واحد المنظر غزال بزاف. هاكا مشيت ورا، يعني إيش المنظر عجيب. شوف على المنظر، يعني الطبيعة الطبيعة الطبيعة، الربيع الربيع، سبحان الله العظيم. أنا هاد الشي ما عمري شتو الصراحة، أول خطرة كنشوف هاد الطبيعة هادي في هاد العام. هاد العام راه كثرت الطبيعة الحمد لله، حيت تحت الشتا بزاف الحمد لله. عام قيوثا ونزار، يعني إيوثا ونزار، وش الطبيعة تبارك الله. دوك واش تنسيسا هاكا مشيت ورا صاصا، تبارك الله تبارك الله، كلشي تا زيزا. هادشي راه نخزع عاوتاني إلى غير جهتها، غنخزع الطبيعة يتجنس جهتها عاوتاني. هاكا مشيت ورا الطبيعة يتجنى طافير موية، لأن جاني غوم إيه المعرض السخط هاد الصباح مشى أنا، وأروح خلني غسل ستي فخا النهار. هاكا مشيت ورا تبارك الله، شوف شوف على الطبيعة، شوف شوف على الطبيعة كيف داير، شوف على الطبيعة تبارك الله، إيه الطبيعة عجيب. هاكا واعثو، هاكا تورم واعثو نينا نتقن تازا، واش تورم الحمد لله. هاكا الحي يتجن قبالي مش هنا، لو كان شركا نوري نوري شي حاجة. هو دا بريدي كون غير موية، هذا هو الطريق اللي كيهبط المرسى. احنا جينا شوية عالية، احنا غادي نمشيو لهاد البلاصة نشوفو من هنايا. عندنا السيف من غزال من داك هنا، زي الطبيعة زي تبارك الله، زي زي الطبيعة زي عربي زي يجن 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 مشان عظيم. شوف شو على الطبيعة تبارك الله، يجن الطبيعة ما شاء الله. أنا غزا غير جيت نشوف واحد، شوف تبارك الله أقا رباش واقي أقا على حر أذيو أقا مشت ورا قرب شويه راه حرا دي تبارك الله زين. ليس 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 رحب هاكم شتو راه تبارك الله تبارك الله زين. ديرو سنت نضين تربع شويه، ديرو سنت نضين هاكا مشيت ورا الطبيعة. إذا
الحمد لله حيت الطبيعه عاجيه زعما اول خطره الطريق دقا ماني واش تظن انا الناس اللي كاين في فيديو سوني هذا الريخ هاي قرمو عليا مشيت ورا مسا هاي رمو عليا كما كتشوف راه هي المرسى انا كنتمنى من هنا الحمد لله واحد الطبيعه هنا زوينه بزاف نشوفوا الطبيعه اللي كاينه هنايا انا خاصها الطبيعه يتجنب كيفاش الطبيعه تبارك الله شوف كيف تبارك الله واحد الطبيعه ما شاء الله اكيد شفت ورا الربيع كلشي نور تبارك الله شوف الربيع كيف دار تبارك الله واحد الربيع عجيب شوف على الطبيعة كيف دايرة هنا شوف احنا غادي ندوزو من هنايا غنشوفو المرسى من هنايا ها هي المرسى كتبان من هنايا الطبيعة تبارك الله شوف على الربيع كيف داير تبارك الله الطبيعة عجيبة شوف تبارك الله الحبسيمة فيها مناظر زوينين بزاف شوف ها هو الشارع اللي كيطلع عندنا داك يعني الرومبوا راه هي ومن هنا كيهبط للمارسا هاكم تسمح ساعة وثانية من صدي تراهن أقل مرسى طوال السبلة زي الطبيعة إذا كنت مغزة شوف على الطبيعة كيف الربيع الحمد لله موجود هاي المرسى كتبان من هنا صورهم اي من المرسى تبان من الساق مانيس هكذا الخزاع طبيعي اذا الساق ماني لكن مش طوال طبيعي اذا عجيب تبارك الله شوف شوف على الطبيعة على قضية الطبيعة سودي ولكن يمكن نشوف واحد تبي سودي كما كتشوفوا راه كاين ما يتشاف لتحت ولكن ما يمكنناش دابا غادي نهبطو حتى لهيه مرة أخرى غادي نصوركم إن شاء الله بإذن الله إلا فكرت نصوركم داك البلاصة دابا راه ما يمكنش مرة أخرى إن شاء الله ها المرسى كيفاش كتبان من هنايا ها الطبيعة كيفاش كتبان من هنا تبارك الله أروح أندور السال شوف الطبيعة تبارك الله مش جميلة شوف الطبيعة عجيبة شوف المرسى مش تبانسة كمان الطبيعة الحوسيمة تعمص الطبيعة تعمص الطبيعة دايس موش انا تفت عادي غتفاجئ من دايس والله لا شحال من حاجة شحال من مرة تفاجئ تفاجئ خدا كنت تفاجئ والله لك شحال من خطر كنت تفاجئ غير بوحدي كنطلع شي بلايص كنبقى نتعجب سبحان الله العظيم المناظر اللي فيها في بلادنا سبحان الله الحمد لله الصراحة راه بلاد بحال المغرب راه ما تلقاهاش هاكا مش تورمي يعني المنظر مخير المنظر زوين ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد اكثر من هنا طبيعة اذا قمني وتتوشى هذا خدعم يعني سلي اشتراك اكيد شاشم ونتمنى ان شاء الله
ونوش كيخي شارك انا كيخي شارك دي ابوني وتمناو من الله الخير والله يرفع علينا هذا المرض ان شاء الله هذا الوباء ونتمنى ان شاء الله يشافي الله يمرض ان شاء الله ونتمنى اللي ما تصابش ان شاء الله ربي يحفظه ويحفظ جميع المسلمين وسمعت والناس عامة كما كتشوفوا الطبيعة الحمد لله طبيعة واحد الطبيعة ما شاء الله شوفوا على الطبيعة تبارك الله طبيعة ما شاء الله شوفوا على الربيع تبارك الله ربيع كل شيء منور كل شيء تنور شوف الحمد لله هذه وقيلة احنا كنقولوا تسريغ واب الشلحة وقيلة هي هذه كيف كتشوفوا شوف على الطبيعة من هنا شوف التركيبة من هنا هي هو التركيبة من الهرمونية والحسيمة قد تنتهي يعني مكون عام دو من دو السعديخ لان روح هو تفقن شي وذن بعريض الحسيمة لان من عنتن ما يمكنناش نصفي عندهم الحق كان هذا الشيء من مصلحتنا يعني نصلح عام خمسين باش منهم ما يهدش لان ابن المرا كريت الزروار يقدر شي نهار الله يحفظ الله يجي ويجيكم ان شاء الله غادي يتصاب ديشان المرض عاوتاني ونتمنى ان شاء الله ربي اخي يحفظكم يحفظ جميع المسلمين ان شاء الله والناس عامة كما سمعتوا اخوتي راه ما يمكنناش دابا نخرجوا من المدينه حتى الى ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله ربي راه كبير كن فيكون ونخليكم مره اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم راكم شتوران شتوران راه نصام هذا بارك الله قد يسلم Продолжение следует...